اليوم موضوعنا هو المالتي تول بي ايت سمارت، يلي مش سامعين بهالكلمه رح تكتشفوا بعد شوي مثل ما انا كمان رح اكتشف معكم. معي رندا فهد، ومثل كل ثلاثه في عنا رابح او رابحه بمسابقه باري لايت، واكيد سؤال جديد، وما بدنا ننسى خبريه رندا. بونجور. بونجور تينا، كيفك اليوم؟ كثير منيحه. بدنا نعطي وقته للمالتي تول، يلا حلقة حافلة، خلينا نعجل بالمسابقة. كتير منيح، لكن اليوم عنا أكيد رابحة اللي بدي أقول إنه اسمها ريتا تو. ريتا جاوبت على السؤال اللي هو أي في كالسيوم أكتر، هل هو الكينوا أم البرغل؟ والجواب هو الكينوا. فإذا الكينوا فيها كالسيوم أكتر من البرغل، والمشاهدين كانوا عم يجيبوا على صفحتنا، ولكن ريتا هي اللي رح تلفن على مطابخ باري لايت لتأخذ مأكولاتها الصحية. اليوم من هلأ رح نبلش بيه سؤال جديد على الفيتامين كي. أي في فيتامين كي أكتر؟ فيتامين كي إجمالا موجود بالخضرة الخضرة. فإذا هل هو موجود أكتر بالبقدونس أما بالكيل؟ اثنيناتهم لونهم أخضر. أي في فيتامين كي أكتر؟ مشاهدين رح يبلشوا من هلأ جيبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في ألايف أو ار دي اف أو باري لايت هيلث سنتر. لأسبوع الجاي منشوف مين رح يكون الرابح. وما بتنسوا أبدا تابعوني على الإنستغرام رندا دنيا فهد. وخبريتنا عن شو؟ خبريتنا هيني بهالايام تينا عم باخذ كل هالريجيمات اللي احنا عم نسمع عنها، اللي حكينا كيف هي تكون بطريقه ايجابيه تساعدنا، ولكن كمان لها طريقه لها سلبياتها. اليوم اخذت احيانا ريجيم اللي هو انترميتنت فاست، وبدي اشوف هل هو له سلبيات. هلا مثل كل شيء بالحياه، اذا بتعمليه مزبوط بيكون له ايجابيات، واذا بتعمليه لاكستريم معين رح يكون له سلبيات. انترميتنت فاست مثل ما بنعرف هو الصيام المتقطع، فهون فيكون على 12 ساعة، فيكون 16 ساعة، وفي أشخاص كتير بيصوموا أيامات بلا أكل. نعم. هلا أكثر صيام بهيدا الصيام أكثر الأشخاص المشهورين فيه هو إنه يصوموا ياكلوا بين الساعة 8 و2 بعد الظهر، وما يقعدوا ياكلوا عشية. نعم. هلا هون بدي أحكي عن ثلاث مساوئ لهالشيء. أول شغلة إنه الأشخاص اللي عم ياكلوا بهالفترة وعم ياكلوا كميات قليلة، اللي عم يصير بجسمهم، عم يصير بحالة جوع starvation. مشان هيك هن بيلاحظوا إنه هن بيركزوا كتير بيصيروا. هلا هن صحيح بيركزوا، بس كمان تبين وقت انعمل هيدا الرجيم على الفئران إنه الفئران صاروا عم بيركزوا، بس صاروا كتير جديين، وما عاد في محل أبدا للفرح للوقت اللي هو وقت منه جدي. وهيدا هو طريقة اللي يقول لك الجسم فيها إنه هو عم بيجوع. فهوني بدنا ننتبه انه صحيح انتم عم تركزوا اكثر وتحسوا هالشيء كثير ايجابي، ولكن ننتبه قديش هو ايجابي. ثاني شغله، اوقات بهالوقت القصير بصير في كثير تركيز انه رح تصير ساعه 2، ما بدي اكل، ممنوع اكل، اذا اكلت شعور بالذنب. فهون التفكير بالاكل الدائم كمان هيدي شغله ابدا هي منا صحيه. أوقات في أشخاص تالت شيء بيعملوا الانترميتنت فاست مش من 8 إلى 2، بيعملوا يمكن هن وقفوا الساعة 12 وحدة بنص الليل ورجعوا قالوا أنا بدي صوم 14 ساعة، كمان هم ما بتنفع. لأنه بقول لكم بالحقيقة الانترميتنت فاست انعمل حتى الأشخاص اللي بيلقمشوا بالليل، هن ما يلقمشوا. فإذا أنتم ضليتوا عم تاكلوا وعم تسهروا وتاكلوا وتشربوا، هيدا ما رح ينفعكم بالانترميتنت فاست. سو يعني الفترة الزمنية مهمة، بتلعب دور. طبعا كثير مهمة. فهول الثلاث اشياء حتى ما كون عم طول اكثر وفوت بحلقتنا، بس حبيت كون عم اوضح للمشاهدين انه مش بس اذا بنسمع اسم رجيم كون عم نتبعه، اذا شخص زبط معه يكون نحن عم نزبط معنا 100%. اليوم لكنا عم نحكي عن الكول السكر. مزبوط. عم نحكي على المالتي تول. المالتي تول هو نوع من اللي بنقولهم شجر الكحول، دايما بذكر انه هول ما فيهم كحول ابدا، ولكن اسمهم هيك لانه بينتهوا بالاول. نعم. مثل زايلتول، مثل المانيتول، مثل المالتي تول. انا اخذت اليوم هيدي الماده وقلت بدي احكي عنها. هيدي ماده طبيعيه رندا؟ تينا اجمالا نحن وقت ناكل فواكه خضره ووقت ناكل هندبه شوي بيكون فيهم مالتي تول، سو هي موجوده فيهم. بالاصل المالتي تول اللي انا رح فرجيه اليوم، المالتي تول الليكويد رح حطه هون الكاميرا بتفرجي شويه مثل الجلوكوز هيك سميك، هيدا الليكويد مالتي تول. هون هو هيدا المالتي تول مستخرج اكثر شيء من الذره. اوكي. وبنزيد له بنزيد له ماده
الهيدروجين بنقولها صار مالتيتول. هيدا المالتيتول بس لأحكي شغلتين عنه، هو الجلايسيميك اندكس في قديش بيعلي السكر، هي أوطى من السكروز، هو 35، سكروز هو 65، فإذا هون ما بيعلي السكر بطريقة كتير عالية. وحداته الحرارية هو تقريبا نص وحدات الحرارية الموجودة بالسكر. ليش بنقدر؟ محلي اصطناعي؟ هو منه اصطناعي، هو منه محلي اصطناعي، لا هو لأنه مستخرج من الفواكه والخضرة ما بنقول له اصطناعي. أوكي. ولأنه بينتهي بالقول منه، يعني الجسم بيقدر يهضمه. المحلي الاصطناعي تينا الجسم أبدا ما بيقدر يهضمه، مثل ما بيفوت بيظهر، سو ما بيعطي أبدا وحدات حرارية. أوكي. هون عم يعطينا. هلأ مريض السكري اللي عم ياخد إنسولين وبده يعد قديش عم يفوت سكر على جسمه، إذا أخذ مثلا 20 جرام مالتيتول هو بده يحسبها مثل كأنه 10 جرامات من السكر، وعلى أساسها يعمل دوزاج الإنسولين. فإذا هون مثل كأنه أخذ نص كمية السكر. بس العشرين جرام منه نعم. رح يستعمله بعدة أكلات أكتر من لو كان عم يستعمل 10 جرامات سكر. مزبوط. رح تحليله من قد لو 10 جرامات. من قد لو 10 جرامات، هيدي وحده. شغله ثانيه احنا لسه بنستعمله بالاكل، هو فينا نحمر فيه. محل الصناعه ما فيك تحمري بصله فيه مثلا. أوكي. اذا بدك تعمليها كاراملايز. هو بضل يعطي رطوبه بالجاتو مثل ما عم نشوف هون. كمان نقدر نستعمله، حتى هو بيستعمل بالعلكه والبونبون، لان احنا بنقول شوغر فري بحطوا لهم شويه مالتيتول لانه بيعطي الانتعاش النكهة. خليني فوت بقلب الريسيبيز. مظبوط. اول ريسيبي عندنا هي ريسيبي الكوكي المعموله بالبينات باتر وطبعا المالتيتول. هون انا مستعمله الطحين مثل ما بنشوف هون، هيدا طحين الشوفان. فاذا عندي اول شيء محطوط هون هو كوب واحد من طحين الشوفان، هو ملعقتين كبار من الحليب اللي هو حليب بدون دسم ليكويد حاطينه. حاطين هون نص كوب من المالتيتول. نعم. اورايت. حاطين رشه قرفه، طبعا رشه جينجر ورشه السولت اما الملح. فاذا هون كمان عندي ثلاث ملاعق كبار من البينات باتر. خفقناهم كلهم هول من هال اللي حكيته انا تينا قدر يعمل هول الكوكيز. حطيناها على ورقه وحطينا 5 جرامات، يعني ملعقه صغيره لتعمل هالشكل من الدويره. هلا هون الكوكيز محشيين باربع ملاعق من البينات باتر. عندنا كمان ملعقتين كبار من جوز الهند المبروش، عندي ملعقه كبيره من المالتيتول وملعقتين كبار من الجبنه الطريه. كمان خلطتهم سوا. وقت خلصوا هالكوكيز انا اخذت كل شقفه وحطيت لها بقلبها 7 جرامات، هي الكوكي 5 جرامات، حطيت بقلبها 7 جرامات من الحشوه وسكرتها. هلا شو طلع عندي هون بكل هالخبريه؟ حلوين مبينين، حلوين وكثير طيبين، والحليهم كثير عادي، وما في محلي اصطناعي، في المالتيتول. هون عندي بكل كوكي في 72 وحده حراريه ونص. واو. والنشويات اللي فيها هو 8 جرامات من النشويات، يعني انا وقت اخذ تقريبا 2 كوكيز هون صار عندي حصه نشا وحده. 2 كوكيز يعني دبل ودبل. وبتشبعين شبيعه 100%. فاذا هيدي اول ريسيبي. قبل ما انتقل لثاني بس على السريع بدي اسالك عن نكهه المالتيتول، يعني شو منحس في فرق بينه وبين السكر العادي؟ لا. هلا في ناس دائما عندهم افتر تيست. تينا يعني في ناس هن بطبيعه الحال بيستطعموا بشغله معينه، هول بيقولوا لك نحن لا ما قدرنا ناخده. ولكن انا من وراء تجربتي وقت استعمل المالتيتول واللي بيجوا بياكلوا عندي او بمطبخي بمطابخ بريلا، او اذا مش مخبرتيهم يمكن كمان 100% مش مخبرتيهم مش رح يحسوا انه هيدا منه سكر العادي، الا اذا انهم بيعرفوا انه انا رح استعمل سكر منه عادي ساعتها بسالوني بصير عندهم شك. Exactly. وصفتها تانية. وصفة تانية مثل ما شايفين الكيك، هيدا الكيك اللي فيه الكاروتس الجزر والألمنز اللوز. كمان معمول بالمالتيتول، بما أنه أنا مستعملة لوز فإذا الطحين اللي أنا مستعملته هو طحين اللوز. حلو. فإذا كمان هون عم نحكي جلوتين فريك وبيقدر واحد يكون عم يستعمله. وحتى رح تشوفوا مستعملة بيكنج باودر اللي هي منتبهة أنه بدها تكون جلوتين فري. أوكي. منها معمولة من نشا القمح. فإذا بالنسبة للأشياء اللي هي ناشفة عندي 2 كوب من
الالمند فلاور طحين اللوز. عندي كمان ملعقه صغيره من البيكنج باودر، ما حنشوف هون، ملعقه صغيره من القرفه، وملعقه صغيره من الزنجبيل، ورشه ملح. بنخلطهم كلهم سوا لنرجع للانجريدينتس الثانيين اللي هن بيكونوا شوي رطبين. عندي بيضتين انا خفقتهم طبعا مع شويه ملح، بعدين حطيت ملعقتين كبار من الزيت، مش اكثر من هيك، ثلاث ملاعق كبار من المالتيتول. فهون عم تنتبهي تينا، بس ثلاث ملاعق كبار مالتيتول. بالكوكيز اخذوا اكثر، بس هن كمان كميتهم كثير كبيره. وعندي نص كوب من حليب اللوز، خلطتهم، رجعت كلهم مع بعضهم، سخنا الفرن. هلا انا هون حطيت، فينا بقلبهم نحط الجزر واللوز نكون عم نخفقه، وفينا ما نعمل هيك، نحطه بيطلع هو مثل ما شايفينه، وفوقه نحن حطينا الجزر، ورجعنا حطينا اللوزه. هلا عم نعطي هون، قسمتهم، ما بعرف رح شوف اذا مبين، بس شفتوا هالسلايس صغيره كثير. هاي السلايس اعزائي المشاهدين هي ال 30 جرام اللي دائما بقول لكم هيدي حصه نشويات. فاذا هي هيدي السلايس. هلا طبعا في واحد ياخذ حصتين اثنين ويحسبها حصتين نشويات باليوم، يحملوا مسؤوليتها. فيهم يعرفوا انه ياخذين هالكميه حصتين. فهون مثلا اذا انا بدي اتروقها واخذ حصتين، في يقول باخذ حصتين منها وبتغدى غدايه بلا نشويات، مش غلط. قد ايه الحصه؟ فاذا هون عندنا بيطلعوا 19 حبه من هول، الحصه فيها 97 وحدة حرارية، على كل حال بتاخذيهم 200 كالوري الصبح، منهم كتار ابدا. بالنسبة للنشويات فيها بس 4.71 جرام نشويات، هون الكوكي فيها ب 8 جرام، فإذا كمان نشويات كثير قليلة. وصفات حلوة. اليوم حكينا عن شيء كثير مهم وجيد، هو المالتي تول، فالواحد فيه يدخله بحلوياته. ثانك يو رندا لهالمعلومات. رح ناخذ بريك، وأنا كفاية معكم ومع مارك. Nature.